بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضرتك. تعالوا نتكلم شويه عن مباراه مصر وكوت ديفوار، ونتكلم على طريقه اللعب اللي مفترض السيد كارلوس كيروش هيلعب بيها النهارده، ونتكلم على قوه منتخب كوت ديفوار، ونتكلم على نقاط قوه منتخب مصر ونقاط ضعف منتخب مصر. في سؤال دايما بيتسال لكارلوس كيروش، هو انت ليه بتلعب مصطفى محمد هاف ومحمد صلاح فيلم؟ عملتها ليه مباراه نيجيريا؟ الموضوع سهل جدا وبسيط لو عايز تفكر كده بعقلانيه. مصطفى محمد ممكن يعمل واجبات دفاعيه، انما محمد صلاح صعب يعمل واجبات دفاعيه. لو محمد صلاح عمل واجبات دفاعيه هتخسر انت محمد صلاح، فبالتالي المتنافس الهجومي الوحيد ليك اللي معاه عمر مرموش واللي احنا يعني حاطين تقولنا الهجومي عليه وهو صلاح، لو رجعته يعمل واجبات دفاعيه انا هخسر محمد صلاح. فمفترض ان محمد صلاح ما يعملش واجبات دفاعيه علشان خاطر اطول ومحمد صلاح يروح واحد على واحد والعب له كور طويله ونشتغل الشغل القديم بتاع يلا نلعب محمد صلاح بس دي، لان احنا كان بيتقال علينا فتره من الفترات ان احنا منتخب باسل صلاح، بس الامانه كنا بنعرف نكسب. انما لما حابين ان احنا نرجع نلعب سكس فوتبول تاني والظبطه معانا. ليه بقى والظبطه معانا؟ نص ملعبنا الكريم الجميل جدا اللي فيه السولية والنني وحمدي فتحي وقبل كده كان طارق حامد. نص ملعبنا الجميل ده للاسف الشديد جدا عنده مشاكل دفاعيه وعنده مشاكل هجوميه وعنده مشاكل في سرعه نقل الهجمه وعنده مشاكل في سرعه استخلاص الكوره وعنده مشاكل في التمركز وعنده حاجات كتيره جدا في عالم كره القدم تقول لك ان انت فريق اساسا بلا نص ملعب. تخيل انت بتلعب 4 3 3 والثلاثه اللي عندك في نص الملعب هم اضعف ناس في الفرقه. ده بجانب انك لو بصيت ناحيه اليمين وراك هتلاقي عمر كمال عبد الواحد وهتلاقي لعيب زي ايمن اشرف بيلعب علشان خاطر احمد الفتوح مصاب اللي هو الباك الشمال الاساسي مصاب ابو الفتوح، والباك اليمين مصاب اللي هو اكرم توفيق، وخلاص اكرم بره البطوله. اللي هو مفترض ان احنا هنلعب بمحمد عبد المنعم علشان خاطر محمد عبد المنعم النهارده هيعمل واجبات دفاعيه بس وهيقدر ان هو ما يزيدش ولا يعمل انطلاقات مع محمد صلاح ويخلي الناحيه كلها تكون محمد صلاح، لان ما اعتقدش ان بعد كل الهجوم اللي كان على كارلوس كيروش ان هو ممكن يحط مصطفى محمد طرف اساسا، ولا فكره ان هو يحط تريزيجيه طرف. تريزيجيه مش قادر يمشي، تريزيجيه بلغه الكره انت ظالمه انك جبته منتخب مصر في الفتره اللي هو مش جاهز فيها لا فنيا ولا بدنيا. فمفترض دلوقتي ان انت هتلعب ازاي قدام كوت ديفوار؟ تنزل يلا نلعب جيم مفتوح ويلا نرجع روح حسن شحاته؟ هنطلع بفضيحه وش. انت جاي تلعب مباراه طويله تتعلم من اللي حصل في ماتش تونس ونيجيريا، احنا جايين نلعب مباراه طويله. يعني ايه مباراه طويله؟ يعني مباراه انت بتحاول على قد ما تقدر ان انت تاخر الهدف اللي هيجي في مرماك علشان خاطر تخلي المنتخب الايفواري يفتح، وتلاقي ان في زيادات جايه لك من كونان وفي زيادات جايه من سيرجيو اوريه، فبالتالي في مساحات هتفتح. ده بجانب طبعا ان احنا محتاجين يعني ستر ربنا في نص الملعب شويه، لان احنا هنقابل نص ملعب قوي جدا سواء ميكيل سواء فرانك كيسيه سواء ابراهيم السنجاري، فاحنا بنتعامل مع نص ملعب قوي جدا. ده بجانب طبعا كريستيان هالر وبجانب بيبي وبجانب زاها لو كان موجود او لو كان موجود ماكس، فاحنا بنتعامل مع 6 لعيبه اقوياء جدا، وكمان اوريبي يقدم مستوى مميز. فانت حرفيا في 7 لعيبه جوه الملعب فردياتهم اعلى من فرديات اللعيبه اللي عندك بكتير كمجموعه. نفس شغل بومال هو نفس شغل كارلوس كيروش، بنعتمد على الفرديات لان بومال مش مدير فني جامد قوي، بومال راجل لسه بيتعلم تدريب ولسه الراجل اول مره ليه يمسك فرقه لوحده. فالموضوع بتاع ان هو هيكون عنده منظومه هجوميه قويه وعنده منظومه جماعيه، لا، هو منتخب كوت ديفوار بيعرف يلعبها بالصياعه. يعني منتخب كوت ديفوار بيعاني معاناه غير طبيعيه لما بيكون مطلوب منه ان هو اللي يلعب المباراه الهجوميه، رغم قوة نص ملعبه دي، بس بيكون عنده مشكلة كبيرة جدا ان هو ينقل الكرة من رجل لرجل، خصوصا الملعب بتاع جابوما سيء جدا وما ينفعش انك تلعب عليه كرة من رجل لرجل. فاحنا بالتالي هنطول معاهم الماتش بحيث نقدر نسرقهم مرموش او صلاح على الاطراف او واحدة كده مصطفى محمد يقدر يصوبها وتخش في مرمى بدر ان شاء الله باذن الله. مصطفى محمد يرجع موضوع التصويب على المرمى ده، بس الازمة كلها انت هتوصل هنا ازاي اساسا؟ يعني انت هتوصل هنا ازاي؟ ما انت هتوصل هنا يا هتوصل هنا بكورتوليه يا هتوصل هنا ببساط ملعوبه، واحنا بساط الملعوبه دي احنا عندنا مشكله في ميس باص اساسا. والله بجد اللي هو تخيل منتخب مصر عنده مشكله في ميس باص في نص الملعب، يعني لعيبه نص الملعب بيباصوا غلط اكتر ما بيباصوا صح. فاحنا هنوصل هنا ازاي بقى؟ احنا محتاجين كورتوليه، وكوره كورتوليه محمد صلاح وكورتوليه لعمر مرموش، انما كوره من رجل لرجل دي هتقطع تروح مرتده هنلبس في الحيط.
فاحنا دلوقتي على الورق لو لعبنا جيم مفتوح هنشيل قبه، ولو نزلنا حاولنا ان احنا 10 دقايق ربع ساعه كده نمسك كوره برضه هنشيل قبه. طب نعمل ايه؟ ما قلت لك ماتش تونس، احنا بصيرتنا كلها ماتش تونس، احنا هننزل نسيب الكوره لكوت ديفوار، وان شاء الله باذن الله الشوط الاول يعدي على خير، وان شاء الله باذن الله الشوط الثاني نحاول نسرق الماتش. فاول كره تجيلنا او الشوط الاول مثلا ربنا يكرمنا كده، واول ما نبدا اول 5 دقايق نروح نهاجم ونجيب جون، وبعد كده نرجع ننام عليه. انما انا هقول لك ترجع لي جو حسن شحاته، ومفترض منك انك تفضل تهاجم طول الوقت، وعايز تطير باكات هنا وتطير باكات هنا، لو عمر كمان لعب طياره هنا اللي هو يا باشا انا جاي انتحر، انا مش جاي اكسب، انا كده جاي انتحر، لان انا امكانيات اللعيبه اللي عندي دي سيئه. انا ما عنديش حسن عبد ربه، ما عنديش لعيب زي محمد شوقي، ما عنديش انا نص ملعب زي ده، ما عنديش احمد حسن، ما عنديش ابو تريكه، ما عنديش انا دول. انا عندي النني وعندي عمرو السوليه وعندي كمان حمدي فتحي، وحمدي فتحي في الماتشات الكبيره في المنتخب بتقلق عليه اللي هو بالصلاه على النبي. طب مين اللي قدام؟ اللي قدام محمد صلاح وعمر مرموش ومصطفى محمد. هل دول بروفايلات مهاجمين او بروفايلات اطراف اللي هو هياخدوا لك الفرقه اللي قدام؟ والله ابو صلاح لو في حالته مستعد ياخد منتخب مصر كله معاه قدام، بس ابو صلاح لو مش في حالته الموضوع هيكون صعب جدا عليه. الأهم بقى ان ابو صلاح بيلعب في ناحيته فرانك كيسيه، بيلعب في ناحيته فرانك كيسيه وقدام ويلفريد زاها، يعني ده محمد صلاح وهيلعب الناحيه دي فرانك كيسيه ويلفريد زاها. فاكر انت في اول الفيديو لما قلت لك فاكر ليه بيلعب مصطفى محمد طرف؟ فتخيل بقى ان هو النهارده ممكن يجي يلعب مصطفى محمد طرف علشان خاطر يرجع يعمل واجبات دفاعيه قدام فرانك كيسيه ويلفريد زاها، علشان خاطر هو مش هيبيع الناحيه دي كلها ومش هيخلي محمد صلاح موجود قدام وما يرجعش ورا. فتخيل انت اساسا ان احنا ممكن نرجع نلعب مصطفى محمد تاني، وممكن نرجع نعمل نتيجه سلبيه، فبالتالي الناس كلها تطلع على الماتش طالب بكارت كارت كروش. بس انا زي ما بقول لك هو تجيبها كده تروح لها كده، الماتش صعب جدا عليك كفرديات وكمجموعه. انا بصراحه يعني الحاجه الوحيده اللي منتخب مصر ممكن يطلع كسبان بيها زي ما قلنا ان هو يستحضر روح المنتخب التونسي و11 راجل في الملعب. بس للامانه برضو حمدي فتحي والسوليه مش الياس خيري ولا انيس بن سليمان ولا كمان اللعيب الثالث اللي كان معاهم، اسف والله لو نسيته، فهم الثلاثه بتاع نص الملعب بتوعنا مش ثلاثي نص ملعب تونس خالص، في فرق عالي قوي في الجوده. فحتى ده كمان الماتش الدفاعي مقلق منه وانا بفكر العبه، عشان خاطر فردياتي بتقلقني من ان انا العب ماتشات دفاعيه، اللي هو منتخب مصر وصل لوضع سيء، منتخب مصر وصل لوضع سيء جدا بالنسبه لجوده اللعيبه. هل في مدير فني عاجز ان هو يلاقي حلول؟ والله وكارلوس كروش مدير فني عاجز وعنده مشاكل فنيه كتير جدا، لان هو 4 3 3 دي مش مناسبه لمنتخب مصر اساسا. طب يلعب 4 2 3 1 ويحط عبد الله السعيد؟ لا مش وقت عبد الله السعيد النهارده خالص، يعني عبد الله السعيد النهارده هيكون فيه بطء عالي جدا من جانب عبد الله السعيد، وصاد خط ونص سريع جدا في استخلاص الكرة، فالوضع بالنسبه لك هيكون صعب، غير انك هتكون طالب من عبد الله السعيد ان هو يتجنح ناحيه الشمال علشان يطلع ايمن اشرف، والكلام ده احنا بنعمله في ماتشات بنهاجم فيها بس. انما الماتشات اللي احنا هنلعب مع خصم على الورق اتقل مننا بكتير، ما اعتقدش ان كارلوس كروش هيبدا المباراه بفكر وافكار هجوميه، لان الراجل لو عمل كده فانت حرفيا جاي بتنتحر. والمشكله كلها ان احنا حتى ما نعرفش نشوف صد الشوط الجزائي، اللي هو منتخب مصر عنده مشاكل، عنده مشاكل، بس فرديات اللعيبه بتخوفك اكتر من كارلوس كروش. هل الروح والقلب ممكن يفرقوا؟ والله اتمنى، بس انا عن نفسي بقالي 5 6 سنين ما اتفرجتش على لعيبه منتخب مصر عندهم قلب وروح، اتمنى ان هي تبقى حاجه كده يعني جايه النهارده كده في قلبهم، وان هم يكون عندهم دم ويلعبوا ماتش كويس. يعني شوف حتى ليه كمان مش واثق فيهم اللي هو لا لا والله، بس ان شاء الله باذن الله مستنيين نكسب. مش عارف انا اكسب ازاي، يعني لو واثق في اللعيبه ولا في الجهاز الفني ولا في فردياتهم ولا في المجموعه ولا في اي حاجه، بس عايزين نكسب. احنا طماعين بقى، مؤاخذه مش عارف عاملين عايزين ازاي، بس هي ان شاء الله باذن الله ربنا يخالف الظنون ويخالف التكتيك ويخالف الفنيات، وان شاء الله باذن الله نطلع فرحانين النهارده من مباراه كوت ديفوار. وعلى فكره لو خسرنا في ناس تطلع فرحانه برضه للامانه، يعني ففي حد الناس دي على فكره عندنا في مصر هنا مش متفهمش غلط، لان احنا الحمد لله رب العالمين كمنتخب مصر فعلا زي ما صلاح قال امبارح احنا بنعاني في موضوع الجمهور، لان الجمهور بقى فيه مشجعين للعيبه مش مشجعين. قصتنا كبيره قوي سعادتك والله، يعني عندنا مشكله كمان حتى في الجمهور اللي هو ما عندناش جمهور لمنتخب مصر، تخيل الموضوع عندنا واصل لايه. ان شاء الله باذن الله نعرف نكسب، ما اعرفش نعرف نكسب بس ان شاء الله نعرف نكسب. لو عجبك الفيديو بقى بعد كل الطريقه التشاؤميه دي اعمل لايك وانت برين كده، لو ما عجبكش وشايف ان الموضوع زياده عن اللزوم فاتفرج النهارده وتعرف ان انا كنت بقوله ده. ان شاء الله باذن الله ربنا يخلف الظنون وما يحصلش اللي في بالي. لو عجبك الفيديو اعمل لايك، لو ما عجبكش